في البحر أكبر نسبة، وفي المواد بالخصوص في الجبال، وهذا شيء خطير وعلاجه أخطر وأطول، لأنه أبقى حصص أتطوع لحصص لمدة سنة أو سنتين دون جدوى دون نتيجة مفرحة. التربية الجنسية ضرورية في هذه المدينة لكي نتخلص من الاعتداء والعنف، حتى العنف الزوجي أو العنف الأسري كثير عندنا نسكت عنه لأنه مشكل خطير جدا يتسبب في امتدادات قانونية وأسرية خطيرة. ولكن إلى متى؟ يجب أن نواجه واقعنا. التربية الصحية النفسانية والتربية الجنسانية التي تؤدي إلى إنسان سوي لا بد منها، ويجب أن نمارس الأنشطة الأخرى. ونعرف أن الصحة مثلا الصحة مسائل جراحية أو طبية، جميع الأمراض المزمنة تصاحبها أمراض نفسية، وجميع الأمراض النفسية بدورها تعطي نتائج وخيمة على البدن. ثالثا الكتابات أو كتابة الروشيتات الطبية يجب أن تكتب بشكل صارم، لأن عندنا تسيب في هذه الأدوية حتى أصبحت دروغ والدواء بحال بحال. أناشد من هذا المنبر الأطباء والأساتذة، بالخصوص أساتذة التعليم الابتدائي والسلطات ورجال القانون، أن يكونوا صارمين في تجزئتي وفي فرض قوانين. كثير من عندنا ثغرات قانونية خطيرة جدا، يجب أن تعطى أهمية قانونية ثم تعليمية، وأؤكد على التعليم وعلى الصفوف الأولى للتعليم. ثم أؤكد أيضا كما قال الدكتور صفار قبل قليل على البيرسونال، يعني القدرات البشرية والقدرات المادية أيضا. القدرات البشرية ممارسة الطب بصفة عامة سواء كان جراحة أو طب، أو هو فن كما قال سادتنا الأوائل، هو فن قبل أن يكون علما، ويجب أن يكون كل ذي مكان مهتما بفنه. لا يمكن. أجمل ذكرى أحتفظ بها في تكويني، أستاذ بلجيكي قال لي: أنت لست طبيبا نفسانيا حتى تذهب إلى مكتبك أو إلى المستشفى وأنت طلعت لا تعرف شيء. ما يمكنش نقول يجي عندي بنادم عنده لا ديبرسيون لا اعتيادي، لا خصني نمشي طبل غاز، ما عندي والو خلاص، قريت 40 سنه ولكن ما عارف والو، حتى نشوف المريض عاد نعرف العلاج ديالو.